محمد صلاح ينتصر على دوري مورجان أحمد مورجان. محمد صلاح حسم الجدل بخصوص عرض اتحاد جدة وقال لفلوس السعودية لأ، المصري آخر حاجة يفكر فيها الفلوس، طول عمرنا بندور على النجاحات والإنجازات، وده اللي قاله محمد صلاح لوكيله رامي عباس. وكيل محمد صلاح بلغ اللاعب إن اتحاد جدة عاوز يتعاقد معاه، الباب أساساً كان مقفول، لكن وكيل محمد صلاح سر باهتمام الاتحاد بالتعاقد مع مو عشان يضغط على إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب. رامي عباس كان عايز كلوب يحترم صلاح بشكل أكبر من كده، وده كان بعد ما كلوب خرجه في ماتش تشيلسي. كلوب رجع تاني خرج محمد صلاح قدام بورنموث. صلاح ما يخرجش من الملعب يا كلوب. الملك المصري ادى ليفربول كتير، جاب لكم دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي بعد سنين غياب عن الانفيل. الراتب بتاع اتحاد جدة لصلاح كان كبير جدا، 180 مليون يورو في موسمين، يعني تقريبا 6 مليار جنيه في السنه الواحده. ربنا يبارك يا ابو صلاح، احنا ما بنحسدش، بس عاوزين نقول ان لو الكل اتباع فمحمد صلاح لا، مش بعد كل الانجازات اللي حققها دي يسيب الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم ويروح السعودية. صلاح كمان خايف لا تكون الطفرة الكروية في السعودية مستمرة لمدة قصيرة وبعد كده تنتهي، ويكون خسر إنجازاته اللي ممكن يحققها في أوروبا، وكمان السبوبة ما تكملش. جدع يا أبو صلاح، تغور الفلوس، أهم حاجة حب الناس وتكسير الأرقام. محمد صلاح قال لكلوب أنا مكمل معاكم ومش رايح الاتحاد، كل ده رغم إن أنمار الحقيلي رئيس اتحاد جدة بنفسه راح إنجلترا عشان يقنعه باللعب للاتحاد. فهل هيقدر رئيس اتحاد جدة إنه يقنع محمد صلاح بالانضمام لاتحاد جدة بستة مليار جنيه، ولا صلاح هيصمم على رأيه؟